بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 164. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، نواصل الحديث معكم في موضوع الطلاق، ونتناول في حلقتنا هذه حكم التوكيل في الطلاق، وهل هو معتبر بالرجال أو بالنساء، وحكم الاستثناء في الطلاق، وتعليق الطلاق بالشروط، وحكم الشك فيه. فأما التوكيل في الطلاق فإنه يجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه، سواء كان الوكيل أجنبيا أو كانت الزوجة، فيجوز أن يوكلها فيه ويجعل أمرها بيدها، فيقوم الوكيل مقام الموكل في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه، ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ به، فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك لسانه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه فإنه يقع، وإن لم ينوه بالكتابة فعلى قولين، الذي عليه الأكثر منهما أنه يقع. والحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة، لأنها تقوم مقام الكلام. وأما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقة لا بالنساء، لأن الله خاطب به الرجال خاصة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فيملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد 2 تطليقات وإن كان تحته حرة. ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج 3 بلا خلاف، وفي حال رق الزوجين يملك الزوج 2 بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا. والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقا كما تقدم، لأن الطلاق حق للزوج فاعتبر به. وأما الاستثناء في الطلاق فيراد به إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها، والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات كأن يقول: أنت طالق 3 إلا واحدة، وإما أن يكون الاستثناء من عدد المطلقات كأن يقول: نسائي طوالق إلا فاطمة مثلا. وعلى كل يشترط لصحة الاستثناء في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل، فإن كان المستثنى أكثر من المستثنى منه كما لو قال: أنت طالق 3 إلا 2 لم يصح. ويشترط أيضا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات، ولو قال: أنت طالق 3 ونوى بقلبه إلا واحدة وقعت 3، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأنه أقوى منها. ويجوز الاستثناء بالنية من النساء، فلو قال: نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء، فلا تطلق من نوى استثناءها ولو لم يتلفظ، لأن لفظة نساء تصح للكل وتصح للبعض فله ما نوى. وأما تعليق الطلاق بالشروط فمعناه ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق. ولا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها لم يقع،
لأنه حين التعليق ليس زوجا لها. ولحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. دلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع إذا كان منجزا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها ونحوه. فإذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده. وأما الشك في الطلاق فالشك معناه التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. والشك في الطلاق المراد به الشك في وجود لفظه، أو الشك في عدده، أو الشك في حصول شرطه. فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد الشك، وذلك لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، كأن يقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم يشك هل دخلت أو لا، فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق. وإن تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده، هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاث، لم يلزمه إلا واحدة، لأنها هي المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، أن اليقين لا يزول بالشك، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن قوله: لمن كان على طهارة متيقنة إذا أشكل عليه حصول الناقض لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وغيرهما من الأحاديث. وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها. الحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.